The closed loop shown in figure carries a current of 12 ampere in the counterclockwise direction. The radius of the outer arc is 1.4 meter and that of the inner arc 0.9 meter. Find the magnetic field at point P. عندنا magnetic field نتيجة الكرنت اللي بيمر في الاوتر ارك هيكون بره الصفحة، بالنسبة للانر هيكون جوه الصفحة، نطرحهم من بعض. اما التو برانشز دول بيمروا بوينت بي مالهمش magnetic field. بالنسبة للاوتر لوب هقول بي اوتر بيساوي قانونه ان ميو نوت اي على 2 الراديوس، يبقى البي اوتر اوتر لوب اللي هي بره الصفحة، مش عشان هي اوتر لا، يعني لو كان بيمر كده يبقى جوه الصفحة، بتكلم على الاوتر ارك. فالاوتر ارك التيار بتاعه بالمنظر ده عكس عقارب الساعة، فيعمل لي ماجنتيك فيلد بره الصفحة. الان عبارة عن 60 على 360 يعني 1/6. الميو نوت 4 باي في 10 أس سالب 7، ده ثابت موجود في الشيت. والآي 12 2، والأوتر أرك 1.4، 1/6 يبقى 2، تروح مع الاتنين يبقى بس الحتة دي 4 باي في 10 سالب 7 تقسيم 1.4، الناتج 8.98 في 10 سالب 7 تسلا في اتجاه البلس كي أو أوت أوف بيج، قول اللي أنت عايزه، الاتنين صح. بالنسبة للبي إنر أقصد بيها الإنر أرك، اقصد بها الاوتر ارك. الانر ارك هيعمل لي ماجنتيك فيلد جوه الصفحه، 60 على 360 نفس الدرجه 4 باي 10 سالب 17 12، مفيش حاجه اختلفت الا نص القطر اللي هو 0.9، يعني بس هغير طبعا هيبقى اكبر، 1.397396 في 10 أس سالب 6 تسلا، طبعا أكبر لأن ده 10 سالب 6 10 سالب 7، قلنا ماينس كي أو انتو بيج. هو عايز النت، البي نت هيكون تبع الأكبر اللي هو ده، هقول ماينس 8.89 10 سالب 7 يساوي 5 في 10 أس سالب 7 تسلا في اتجاه الماينس كي أو انتو بيج. في البارت بي بيقول لي find the magnetic force when an electron located at P when it is moving، ومديني السرعة بتاعتها، فنعمل cross product. والفورس بتساوي الكيو ده سكيلر، في الفي ده فيكتور، كروس الفي برضو ده فيكتور، يساوي 1.6، خلينا نكتبها من اول السطر، ماينس 1.6 لانها الكترون في 10 أس سالب 19 اي جي كي. السرعة 2 × 10^5 ناقص 4 × 10^5 وصفر صفر صفر ماينس 5 ماينس لأنها في ماينس كي 10 أس سالب 7 يساوي، بالنسبة للآي هضرب ده في ده وفي ده، 20 × 10^2 ضرب ماينس 1.6 × 10^19 فطلع ماينس 3.2 في 10 سالب 20 اي، الجي هنا في ماينس
فماينس ماينس ماينس يبقى 3 ماينس. لا الجي هضرب ده في ده، هنا في ماينس كده، ماينس وماينس يبقى بلس، وكمان ماينس يبقى ماينس. 2 بدل الأربعة يعني نص ده، يعني 1.6 في 10 سالب 20 جي، والناتج كله بالنيوتن.